بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بتلاميذ الجدع مشترك علمي في تصحيحات التمرين حول درس الجذور المربعة. إذن نبدأ على بركة الله بقراءة سؤال مبسط ما يلي. إذن نبدأ بالحالة الأولى، هذه بسيطة، دونك ناقص زوج جدة ثلاثة الكل أس اثنان تساوي. القاعدة أ في ب الكل أس أن، اي ا اس ان في بي اس ان، امور واضحه. هي عندي ناقص زوج في جذر ثلاثة، يعني ناقص زوج الكل اس اثنان في جذر ثلاثة الكل اس اثنان. اذا ناقص الاس الزوجي، ملي كيكون الاس الزوجي كتكون ناقص داخل القوس كتمشي، يعني يبقى زوج اس اثنان. وجذر ا في اس اثنان هي جذر ا اس اثنان هي ا، يعني هي ثلاثة، تساوي جوج اس جوج هي اربعة في ثلاثة هي 12. ستوب. الحالة الثانية، جوج جذر جوج الكل أس ثلاثة، شنو هي؟ هي جوج أس ثلاثة بنفس القاعدة في جذر جوج أس ثلاثة، تساوي جوج أس ثلاثة هي جوج 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 هي ثمانية، في جذر جوج أس ثلاثة هي جذر جوج أس زوج في جذر جوج. القاعدة اش كتقول؟ أ أس أن تساوي زائد أم، عفوا، هي أ أس أن في أ أس أم. دونك هنا عندي أس ثلاثة، ثلاثة هي زوج زائد واحد، هيا أنت، جدر جوج أس ثلاثة هي جدر جوج أس جوج في جدر جوج أس واحد، أس واحد، متفقين؟ إلا جمعت هاد الأسين غادي يعطوك ثلاثة. دونك هاد القاعدة إلا طبقت أ أس أن في أ أس أم كتساوي أ أس أن زائد أن، يعني شنو تساوي؟ ثمانية. وجدر جوج أس جوج هي زوج، جدر جوج أس واحد تبقى جدر جوج، ثمانية في جوج هي 16، جدر زوج ما عندي ما ندير لها، تبقى هكاك صاي. الو الحالة الموالية، جدر ثمانية على جدر جوج، دونك ثمانية شنو هي؟ هي جوج في ربعة، ولا ربعة في جوج، جدر ثمانية هي جدر ربعة في جدر زوج، عفوا في جوج، على جدر جوج. ونطبقو القاعدة، جدر أ في بي هي جدر أ في جدر بي. إذا هي عندي جدر ربعة في جدر في جوج هي جدر ربعة في جدر جوج، جدر ربعة في جدر زوج على جدر جوج. إذا اختزلوا جدر جوج مع جدر جوج، هذا العدد يتختزل مع هذا، تبقى جدر ربعة، وربعة هي جوج أس جوج، هذه هي ربعة ياك، دونك هي زوج، صاي. إذا سليم. الحالة الموالية، 12 جدر خمسة على جدر ثلاثة في جدر 15. إذا تساوي 12 جدر خمسة، نخليوها 12 جدر خمسة، عندي ما ندير لها 15، نقدر نفككها 15، وشنو هي؟ هي 3 في 5، يعني جدر 3 في 5. إذا تساوي 12 جدر 5، ما عندي ما ندير لها، على جدر 3 في هذيك جدر 3 في 5، تبقى القاعدة بالعكس. نولي أنا كل مرة شنو كنحتاج؟ إلا احتاجيت من هنا لهنا كندير، إلا احتاجيت من هنا لهنا على حسب الوضعية اللي عندي، متفقين؟ مزيان. إذا جدر 3 في جدر 3 في جدر 5، فككت هذه، جدر 3 في 5 هي جدر 3 في جدر 5، واضح؟ الخطوة الأولى غادي نختزل هذا جدر 5 مع جدر 5، تبقى لي الفوق 12، وهنا جدر 3 في جدر 3 هي 3، هي جدر 3 أس 2 هي 3، و 12 على 3 هي 4، سالينا. نمشيو عند الحالة الموالية، جدر 112 على 28، جدر 112 على جدر 28. هنا كاين عدة إمكانيات، نقدر نجمعهم بنفس الجدر، نطبق هاد الخاصية، جدر أ على جدر بي هي جدر أ على بي، ولكن نشوفو واش تخرجني هاد الخاصية، ماشي نبقى غير نطبق في الخاصيات، حتى كنشوفو واش تخرجني. حتى هنا إلا درت هكا جدر 12، نحسب 112 على 28، نشوفو واش تعطيني شي نتيجة. إلا درنا 112 على 28 غتعطينا 4، إذا هادي ساهلة، هانت غتعطينا 4، إذا غادي نجمعهم في نفس الجدر، 112 على 28 هي 4، إذا تساوي جدر 4، وجدر 4 هي زوج، يعني لأن 4 هي زوج أس زوج، دونك جدر 4 هي زوج. القاعدة راه واضحة، جدر أ أس 2 هي أ، وإلا كان أ موجب نقدر ندير عاود جدر أ أس 2 على برا تساوي أ، إلا كان أ موجب، إلا كان أ سالب لا، ما عنديش الحق ندير هكا. أما هاد الخاصية راه دائما إلا كان أ موجب دائما صحيحة، إلا كان أ سالب هنا حضي راسك حذاري حذاري حذاري، إلا كان أ سالب أو أس 2 راه موجب، أ سالب أو أس 2 موجب. إذا جدر أو أس 2 شنو يساوي؟ كيساوي ناقص أ،
في حالة إذا كان أ سالب، عقل مزيان، مثلا جدر ناقص 3 الكل أس 2، شنو تساوي؟ واش تساوي ناقص 3 واش تساوي أ اللي هو ناقص 3؟ لا، كتساوي المقابل نتاع ناقص، يعني كتساوي ناقص 3 اللي هي 3 اللي هي زائد 3، متفقين؟ دونك هنايا أ سالب أس 2 نتاعو هو موجب، يعني 9، جدر 9 هي 3 ماشي هي ناقص 3، صافي؟ إذا الله يرضي عليك، حدا راسك هنا مزيان. إذا نقدر نخدمو بطريقة أخرى، أنا هاد التمرين نقدر نخدمو بطريقة أخرى، نقدر مثلا نقول تساوي، نخلي ديك جدر 112 كما هي، ولكن غنفككها، 112 هي 16 تساوي على 16 تساوي، هي 16 في 7، دونك 16 في 7 على 28 هي 4 في 7، متفقين؟ إلا بغيت تخدمها بهاد الطريقة، يعني هادي تهودها هنا ودير تساوي جدر 16، نطبقو الخاصية اللي هضرنا عليها في جدر 7، هاهي جدر أف بي جدر أف جدر بي على جدر 4 جدر 7، نختزل جدر 7 مع جدر 7، تبقى جدر 16، شنو هي 16؟ هي 4 أس 2 على جدر 4 هي 2 أس 2 4، ياك؟ إذا شنو تساوي؟ هادي هي 4 على 2 اللي هي 2، نفس النتيجة، صافي؟ ألور الحالة الموالية، واحد على جدر 3 زائد 1 زائد ناقص عفوا 1 على جدر 3 ناقص 1. هنا غنشوف إلا وحدت المقام غندير هذا العدد في هذا العدد، يعني غيعطيني مطابق هامة، لاحظ معايا مزيان، هذا العدد نضربه في هذا، 1 في جدر 3 ناقص 1 ناقص 1 في جدر 3 زائد 1 على المقام الموحد اللي هو جدر 3 زائد 1 في جدر 3 ناقص 1 تساوي الفوق 1 في جدر 3 هي جدر 3، 1 في ناقص 1 هي ناقص 1، ناقص 1 في جدر 3 هي ناقص جدر 3، ناقص 1 في زائد 1 هي ناقص 1 على هنا متطابقة هامة، أ زائد ب ناقص ب هي أ أس 2 اللي هي جدر 3 أس 2 ناقص 1 أس 2 تساوي إذا الفوق جدر 3 ناقص جدر 3 صفر، ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 على جدر 3 أس 2 هي 3، 1 أس 2 هي 1، إذا تساوي ناقص 2 على 3 ناقص 1 هي 2، وناقص 2 على 2 هي ناقص 1. سالينا، نمشيو عند الحالة الموالية، جدر 7 ناقص جدر 2 على جدر 7 زائد جدر 2، هنا قال لي بسط. الا خليتها هكا راني ما درت والو، اذا خصني نفكر فشي طريقه باش نبسط، نحاول نحيد الجدر من المقام ونشوف، نحاول نحيد الجدر من المقام، اذا باش نحيد الجدر من المقام نضرب مرافق المقام، يعني غنضرب جدر 7 ناقص جدر 2، ما يهمنيش هذا العدد هذا اللي الفوق، اللي كيهمني هو مرافق المقام، مرافق المقام هو جدر 7 ناقص جدر 2 اللي هو نفسه البسط، لان مرافق المقام هو البسط في هذه الحاله، هي في هذه الحاله ماشي بالضروره، جدر 7 زائد جدر 2، دونك خصني نضرب في مرافق المقام اللي هو جدر 7 ناقص جدر، إذا ضربت في البسط والمقام نفس العدد تساوي، ألور الفوق عندي متطابقة هامة، هي جدر 7 ناقص جدر 2 والأس 2 هذه هي، والتحت عندي متطابقة هامة رقم 3، هذه رقم 2 وهذه 3، أ زائد ب ناقص ب هي أ أس 2، يعني جدر 7 أس 2 ناقص جدر 2 أس 2، إذا سمحوا لي ناخذ ستيلو مرة أخرى، ألور هنايا تساوي، هنا متطابقة هامة رقم زوج، يعني أ ناقص ب الكل 2 هي أ أس 2 يعني جدر 7 أس 2 ناقص زوج في جدر 7 في جدر 2 زائد جدر 2 أس 2 على جدر 7 أس 2 هي 7، جدر 2 أس 2 هي 2 تساوي، دونك جدر 7 أس 2 هي 7 ناقص زوج جدر 7 في جدر 2 هي جدر 14 7 في 2 العكس تاع هذه الخاصية، جدر أف جدر بي هي جدر أف بي، يعني جدر 7 في جدر 2 هي جدر 7 في 2 يعني جدر 14 زائد جدر 2 أس 2 هي 2 على 7 ناقص 2 هي 5 تساوي 7 زائد 2 هي 9 ناقص 2 جدر 14 على 5، نقدر نزيد ما نقدر نزيد والو، دونك نوقف صايي، نمشيو عند الحالة الموالية هادي، ألور جدر قوس جدر 10 10 ناقص 2 جدر 5
إذن الكل أس اثنان، هنا راه داخل كامل، زائد واحد زائد جذر خمسة، الكل أس اثنان، إذن تساوي. ألور هنايا دايما عندك هي هاد القاعدة، جذر أ أس اثنان هي أ، عفوا هادي هاد القاعدة اللي عندك أس على برا، ولكن الأ هنا خص يكون موجب، وراه موجب السيف عليه موجب، حقاش راه داروه الناس تحت الجذر، هذا اللي عطاك 80 داروه تحت الجذر، يعني راه موجب 100%. الكل أس اثنان، أس على برا، دوك العدد اللي داخل راه دايما موجب، إذا راه يتحيد الجذر أوتوماتيكمون تولي لنا 10 ناقص 2 جذر 5، وهذه مطبقة مع رقم 1 1 أس اثنان، زائد 2 في 1 جذر 5 هي 2 جذر 5، زائد جذر 5 أس اثنان تساوي، ألور 10 تخليها 10 ناقص 2 جذر 5، زائد 1 أس اثنان هي 1، زائد 2 جذر 5، زائد جذر 5 أس اثنان هي 5، ألور متقابلان عطونا صفر، 10 زائد 1 11 زائد 5 16 سالينا. ألور الحالة الأخيرة اللي بقات تماك 5 جذر 75 زائد 7 جذر 27 ناقص 4 جذر 48، إذا نحاول نفكك دوك الأعداد اللي داخل بطريقة اللي يعني تبسط لي التمرين، ماشي بالطريقة اللي تعقد لي التمرين. نعطيك مثال نشرح لك شنو قلت دابا، مثلا 48 48 تقدر دير 2 في 22 في 24، 2 في 24 ما غادي تحل، ما غاديش تحل لك المشكل، 2 في 24 2 ما عندهاش الجذر، 24 ما عندهاش الجذر، تقدر دير 3 في 16، 3 في 16 16 عندها الجذر، يعني غتحل لي المشكل صافي. 75 كذلك تقدر ديرها بعدة صياغ، أحسن صيغة هي دير 3 في 25، دونك أنت تساوي 5 في جذر 75 هي 25 في 3، تقدر دير 5 في 15 ولكن ما تخرجكش، 5 في 15 جذر 5 ما كاينش، جذر 15 ما كاينش ما تخرجكش 7، أما 27 هذه كما درت لها راه غتخرجك، يعني 27 هي 3 أس 3 يعني 3 أس 2 اللي هي 9 في 3، هذه 27 ناقص 4 جذر 48 هي 16 في 3، كنختار التفكيك المناسب ماشي غير كنجيو نفكك 5 جذر 25 في جذر 3 زائد 7 جذر 9 في جذر 3 ناقص 4 جذر 16 في جذر 3 تساوي جذر 25 هي 5 بلا ما نضيعوا الوقت، 5 أس 2 5 ياك في جذر 3، جذر 9 هي 3 في جذر 3، 4 هي عندي هنا، جذر 16 هي 4 جذر 3 تساوي 5 في 5 هي 25 جذر 3، 7 في 3 هي 21 جذر 3، 4 في 4 هي 16 جذر 3، إذا كنلاحظوا أن عندي جذر 3 كعامل مشترك، إذا نديرو 25 زائد 21 ناقص 16 الكل في جذر 3 تساوي 25 زائد 21 هي 46 ناقص 16 تبقى لنا 30، 30 جذر 3 سالينا الله يعاون. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. إلى اللقاء.